بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم وقتلتهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها السادة المشاهدين في كل مكان، في خارج العراق وفي داخل العراق، ومعكم من جديد حلقة من برنامجكم برنامج ميكروفون العراق، ويتضمن في هذه الليالي الرمضانية المباركة المسابقات الرمضانية، ومعكم الحاج أبو رائد الخفاجي وأخي وعزيزي الحاج أبو رضا السعدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أخونا العزيز الحاج الله. أبو رائد على هذه المقدمة الطيبة، سلمك الله. وعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد بذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم إخواني أخواتي أعزائي المشاهدين، نحن وإياكم إن شاء الله على مدى ساعة ونص تقريبا، اليوم المخرج شوية عطف علينا، إن شاء الله راح نكون وياكم، وبرنامجكم هو برنامج الميكروفون العراق اللي تخصص في هذا الشهر الفضيل، إلى أنه إضافة إلى مداخلاتكم اللي تشوفونها بالشارع أو أي سلبية، عندنا مسابقات، ومسابقاتنا مثل ما تعرفون هي أسئلة رافضية. وإحنا بصراحة ليلة الأمس تركنا سؤال للسادة المشاهدين، وقلنا اللي ودينا مقطع فيديو احنا راح نعرضه إليه، وان شاء الله تكون اجابته، يكون اجابته اول واحد يدخل نعم بالقرعة. فما ادري السؤال اذا تكرر راح تجينا ابو رائد، حتى السادة المشاهدين اللي ما لحق يشوفه ممكن اليوم يدز لنا واتساب او يعرف الجواب. نعم، الفقرة الجديدة اللي طرأت على برنامجنا المسابقات الرمضانية من الاخ العزيز الحاج ابو رضا البارحة، قال بعد ختام كل حلقة نعطي سؤال وننتظر الإجابة على تسجيل المقطع الفيديو على الواتساب تدزونا اياه، فاول مقطع راح نحصل عليه اجابته صحيحه راح نعرضه وندخله بالحج ابو رضا يدخله. نعم. بالقرعه، حتى ان شاء الله يكون من الفائزين، ومثل ما تفضل حجي الكل فائزين. وعرضنا سؤال البارحه اللي عرضناه اخر الحلقه اللي هي اليوم نستلم جوابه. يقول السؤال: ما هو اسم بطل اليهود الذي قتله الإمام علي عليه السلام في غزوة خيبر، وما هو الأثر الذي بقي حتى الآن بسبب ضربة الإمام بسيفه؟ نعم، منتظرين إن شاء الله، عندنا مقاطع فيديو وصلت راح نشوف الجواب الصحيح، وأيضا ننتظر الاتصالات. ولكن أعتذر حجينا، نعم. نقدم الحكمة اليوم وإن شاء الله تكون سريعة حتى ننطي مجال للمتصلين. يقول في هذه الليالي العظيمة الشريفة المباركة، طبعا مقلدي سماحة السيد السيستاني في العراق اليوم يكون عندهم ليلة القدر، ونحن من مقلدي سماحة السيد الشيرازي كانت ليلة أمس هي ليلة القدر. نعم، يقول في الخير الأعمال في هذه الليلة من أفضل الأعمال حسب ما قرأت في بعض الروايات، خير الأعمال هذه الليلة طلب العلم. وحكمة هذا اليوم الإمام علي عليه السلام يقول: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. شكرا جزيلا حجينا أبو رائد. وأخي المخرج، يا ريت أنه تخلي أرقام التليفونات وأرقام الواتساب حتى السادة المشاهدين نفتح لهم اتصالات إن شاء الله، وإذا كمل عندك الفيديو أنه اللي بعثنا لك إياه أنه ناس جاوبت على السؤال، يا ريت يكون تعرضه حتى قبل الاتصالات، أو عندك وقت أو ناخذ اتصال، شنو رأيك؟ جزاك الله خير الجزاء. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله إحنا وياكم والسيد المخرج راح يعرض لنا الجواب اللي وصل لنا عن سؤال ليلة أمس، ونتمنى أن الأخوة هم يرسلون أجوبتهم إن شاء الله، ومثل ما عودناكم أنه تشوفون الحقيقة المبلغ اللي ظاهر أمامكم هذا هو نفقات قناة فدك وتعمير المسجد المحسن الشهيد. أحسنت. فاللي يحب يشارك يعني هاي فرصة، هو صدقة جارية إن شاء الله، وهذا شهر رمضان شهر الخير،
والأجر يضاعف مضاعف. شكرا جزيلا أخونا المخرج. خل عرض لنا اللي أيضا نذكر الأخوة حجنا الأخوة المتسابقين أو المشاركين في برنامجنا وفي هذه الحلقات المباركة أنه السؤال اللي نعرضه خلي ينتبهون عليه، والمتصل اللي ما يجاوب عليه، المتسابق اللي ما يجاوب عليه، اللي بعده يحضر الجواب مسموح له هو يحضر الجواب، يستشير أصدقائه، يبحثه بالإنترنت في الكتب، وإن شاء الله إلى الحق يجاوبه إجابة صحيحة ويدخل بالمسابقة. شكرا جزيلا. شكرا. تفضل أخونا المخرج عرض لنا الفيديو الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن أعداء أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن من خذل أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن من خالف أمير المؤمنين عليه السلام. عظم الله أجوركم بهذا المصاب الجلل. سؤال حلقتكم البارحة: ما هو اسم بطل اليهود الذي قتله الإمام علي عليه السلام في غزوة خيبر، وما هو الأثر الذي بقى لحد الآن من أثر الضربة؟ الجواب هو بطل اليهود لعنة الله عليه هو مرحب، والأثر هو نبع العين. أسألكم الدعاء أنفضة من كربلاء المقدسة. شكرا جزيلا. أحسنتم، إجابة صحيحة. وأنت أول متسابقة دخلت ويانا إن شاء الله بالجواب. نعم حجينا. نعم هو مرحب لعنة الله عليه، والأثر هو نبع العين. صحيح العين. الإجابة صحيحة، شكرا لكم. نعم. يعني وبهذه الإجابة الصحيحة نكون أنه إحنا بصراحة هذا السؤال بعد حتى لا يجينا جواب بس نعرضه بس ما ندخله بالمسابقة لأنه جاوبوا عليه. أحسنت. نعم. بنين عامر ويانا من بغداد، سلام عليكم بنين. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، حياك الله بنين. اللهم عن عمر وبابك وعثمان وعامية وحفصة وعائشة وهنيفة وأم الحسن، اللهم يا علي ابن الملجم. أحسنت. حق محمد وآل محمد. الله آمين. نعزيكم باستشهاد الإمام علي عليه السلام. سلام الله عليه. ونعزي صاحب الأمر. نعم، نعزي صاحب الأمر. نعم، أحسنت من رحم الله والديكم. مستعدة بنين إن شاء الله للمسابقة؟ نعم. يلا ان شاء الله. تفضل بنين. ماذا علم انت؟ ما شاء الله شاطره ومتسابقه مستمره ويانا ودائم على البرنامج. ماذا علم الامام الصادق عليه السلام جابر بن حيان؟ اي علم علمه؟ سهله، هذا العالم المعروف جابر بن حيان بمن؟ شنو اي علم علم الامام الصادق عليه السلام؟ علم جابر بن حيان. بس عمودا افكر فيها. يلا فكري. فكري. علم الكيمياء. علم الكيمياء، الاجابة صحيحة. احسنت. شكرا جزيلا بنين، ما شاء الله بنين هي ذكية وتجاوب من غير ما واحد يساعدها، وان شاء الله تانين وتنتظرين يعني نهاية الحلقة حتى تشوفين نفسك إذا فزتي إن شاء الله. نعم، إجابة عباس صحيحة. سلمان من البصرة، سلام عليكم عباس. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياك الله. أبو العزيز. الله يعزك. عليكم السلام. أنت العزيز، الله يسلمك. الله يعزك. نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية ونعزي الشيخ ياسر الحبيب باستشهاد الإمام علي عليه السلام. أحسنت على وعلى الذين، واللهم لعن الذين اقتصبوا حقه وظلموه. على لعنة الله على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة. أحسنت عباس. عباس بيستعد إن شاء الله للمسابقة ويانا؟ إن شاء الله. يلا أخ عباس أنت أول مرة تتصل ببرنامجنا مو صحيح؟ لا صديقنا، متصل قبيل بس ما مار اسمع عليك. لا متصل صديقنا. والنعم منك. لا متصل أنا أبو راد عزيز. والنعم منك بعد الحج أبو رضا هو حافظ أصدقائنا كلهم، أنا شوية ذاكرتي. نعم يقول الله يحفظكم ويديمكم. أكمل حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال علي خير البشر، ف
فمن أبى فقد كفر. أحسنت، إجابة صحيحة. شكرا جزيلا. نعم. عباس لكم كل الشكر، الله يحفظكم. الله يسلمك ويرعاك. شكرا عباس. علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر، هذا قول رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، خير البشر مو فقط اتباع ولايته، لا لا، هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. من يقول بأنه ليس خير البشر، فنعم الرسول قال بكفره، فلا تلومنا أيها المخالف وأيها البتري، لماذا تكفرون الآخرين؟ لماذا تلعنون المخالفين، رموز المخالفين، ولماذا تحكمون عليهم بالنار؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه أحاديث المشهورة، ومن ضمنها هذا: علي خير البشر، فمن أبى، يعني اللي ما يقبل، فقد كفر. شكرا. فضل مولانا. جينا ويانا الاخت ام فضه من كربلاء المقدسه، سلام عليكم اختنا ام فضه. ام فضه شاركت بالفيديو بعد، احنا نعطي مجال الاتصال. ام فضه انت شاركت ويانا بالفيديو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. احنا لا حجينا، هي شاركت وجاوبت بالفيديو صحيح. نعم، ولكن اذا عندك سؤال تطرع عليها سؤال، مو مشكله خليها. وما ينزل بعد مرتين، مو مرتين ننزل اسمها بالمسابق، يعني بالقرعه. مو هالشبكه حاله، ما راح تخلينها بعد نسمع صوتها لانه ما تشارك. تشارك تشارك. طلع الفيديو مالتي ما ادري وصل انا. طيب يعني نعم. ما تدري الفيديو مالها طالع. احنا الفيديو مالتك وصل وجواب الصحيح وحطينا اسمك بالقرعه. تحبين تشتركين ويانا بدون ما نحط اسمك بعد؟ نشكركم على هذا الاقتراح، طبعا اقتراح كلش جميل ومفيد، مرات ما نقدر نحصل فنرسل الفيديو، يعني عاشت ايديكم. احنا بداية الحلقة عرضنا، تحبين هسه تشاركين ويانا بسؤال؟ للبركة. براحتكم. للبركة، بس ما ندخل اسمك. للبركة. لأن اسمك اوريدي هو دخل. للبركة نعطيها سؤال، نعطيها سؤال بس نريد. نعم. صعب. هو مو صعب، يحتاج له شو اسمه بصراحة. يحتاج له، لا يحتاج له أيضا إعطاء العلة. أجب بنعم أو لا، إن كانت نعم ما العلة، وإن كانت لا ما العلة. نعم، هل أن الإمام الحسين عليه السلام بكى على أعدائه في كربلاء يوم عاشوراء؟ أنا طبعا ما أدري، سامعة فد مرة عن فد مرة سامعة محاضرة بهذا الشيء، أعتقد لا ما بكى عند أصحابه، يعني ما أدري ماذا أذكر. طيب صحيح. إذا ما بكى انطينا السبب العلة، يعني حتى نثبت للآخرين، مثل ما ينقل الوائلي يقول بكى على جد على الحسين على أعداء الحسين عليه السلام، بكى على أعدائه. ف... لا أعتقد هاي يعني روايات قايلين إياها الخطباء، بس هي خاطئة أعتقد. أحسنت. يعني هو أول ما ابتدأ بها بهاي المقولة الرواية الكاذبة هو الوائلي، وقلد الببغاءات الباقين من الخطباء. نعم، بدون تحقيق ببغاءات وإجوا ونقلوا. هو نفسه يقول، هو نفسه يقول للشيخ المهاجر، الشيخ المهاجر ينقل يقول قال لي أني قرأتها في كتاب عباس العقاد. نعم، لا ورجل بكري يقول يعني بك على أصحابه لأن راح يدخلون النار بسبب، يعني هم هيك يقولون. حاشا حاشا وكلا. نعم، حسب ما ذكر. نعم، حاشا وكلا، والدليل الإمام الحسين دعا على أعدائه. فهل يصح أن شخصا يدعو على الناس بالويل والثبور ويوعدهم بالنار، حيث قال من ما ضمن دعائه عليهم: تأسن لكم وترحى، الويل والثبور، ووعدهم بالويل والثبور، أذق حرملة حر الحديد، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، ومن هذه الأحاديث والأدعية اللي دعا عليهم في يوم عاشوراء، كيف يدعو عليهم بالويل والثبور؟ والويل في قعر جهنم، يدعو عليهم في جهنم ويبكي عليهم؟ هذه مغالطة، وهذه روايات وأحاديث
كاذبة ومكذوبة على أئمتنا عليهم السلام. نعم الإمام الحسين عليه السلام، وتوجد أدلة قرآنية أيضا على الظالمين والكفرة. محمد رسول الله أشداء على الكفر على الكفار رحماء بينهم. نعم هؤلاء كفار. خلنا نسمع رأي مفضة، رأي مفضة بالموضوع، شنو سامعة مفضة؟ يعني أنا هو سامع يعني ما أدري من بعض الخطوات هسه ما أقدر يعني أقول ما أتذكر يعني إنه هو هسه حتى بالبيت يقولوا لي قولي بك بكى الإمام الحسين على أصحابه وقال يعني دولة راح يدخلون النار بسببي، بس أنا أشهد فيهم قلت لهم لا يعني أنا شو اسمه يعني حسب ما سمعت أعتقد هو من الشيخ ياسر الحبيب إنه يقول لا يعني هاي الرواية خاطئة يعني هذا اللي أعرفه يعني. أحسنتي، صحيح. نعم. رواية مكذوبة على الإمام الحسين صلوات أحسنت. الله وسلامه عليه، كيف يبكي من جهة ويدعو من جهة. أحسنت. شكرا جزيلا. وأيضا ما بيها سند من أهل البيت عليهم السلام، ما بيها سند. وعباس العقاد استحسانات يكتبها وكأنه يريد يصير ملك ملكي أكثر من الملك. نعم عندك اتصال. شكرا جزيلا أخذنا على هذا الاتصال وعلى هذه المداخلة وعلى هذه الإجابة الصحيحة اللي كثير من الناس بصراحة ما يعرفوها، ويعني أنا كنت واحد من الناس كذلك أنه لما هذه أتأثر وأقول شوف الحسين يعني قلبه صلوات الله وسلامه عليه حتى على أعداء، فكيف يعني صراحة لما سمعنا سماحة الشيخ الحبيب قال هاي هي من الإسرائيليات ومن الأوضاع اللي كتب ذول الكتبة وخلوها كذا. نعم. يعني كيف إنه هذا قاتل الطفل الرضيع، يعني قتل الطفل الرضيع بين إيدين الإمام الحسين ويبكي على قاتله. الله يعني هسه احنا خلنا نتخيل إخواني، خلنا نتخيل هسه واحد من عندنا إنه واحد يعني يصير له حادث مثلا مع السيارة مثلا زين وتوفى إلى فد عزيز، أنت تجي تبكي على السائق اللي دعمه هو ما متقصد، يعني ما متقصد هم ما تبكي عليه، فكيف الإمام الحسين يشوف قاتل ابن الرضيع ويبكي عليه؟ فشكرا جزيلا على هذا السؤال حجينا أبو رضا. يقول يعني المغالطات أنه هنا أنا بعض الأحيان نسأل هذا السؤال بصراحة اللي يشيع مثل هاي الروايات الكاذبة، نقول له بسخرية يعني الطفل الرضيع عبد الله عليه السلام ينظر لأبيه أنت تبكي علي أم على قاتلي حرملة؟ طيب وهاي المغالطة الذين يقول عليه السلام على أساس أنه يبكي عليهم لأنهم سيذهبون إلى جهنم بسببي، لا هم ذهبوا مو سيذهبون إلى جهنم بسبب شيطانهم بسبب اتباعهم الباطل مو بسبب الإمام الحسين نور ورحمة وهداية وباب رحمة واسع، هنيئا للذي دخل. نعم. إلى رحمة الله من هذه الباب. شكرا. ومو من سبب الحسين واحد يدخل إلى جهنم والعياذ بالله. نعم بسبب شيطانهم دخلوا الجهنم. شكرا جزيلا حجينا أبو رائد. وإحنا ما نتأخرنا على الأخ أمير قاسم من بغداد، هو متصل على المباشر. أهلا وسهلا قاسم. أمير قاسم عليكم السلام. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. الله يحفظك ان شاء الله. اهلا وسهلا. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم ولعن نداءهم يا سيما ابا بكر وعمر يهدمون ويعافيك ويحفظك ومن لبلبتهم. اللهم لعن عبد الشيطان ابن الملزم لعنه الله عليه. لعنه الله عليه. امير انت تحب تشترك ويانا بالمسابقه ان شاء الله؟ نعم ان شاء الله. نعم جزاك الله خير الجزاء، انت متصل على الارضي، هو طبعا مو غالي. أيه. بس شكرا جزيلا لك. ليش؟ لانه انت تعبر وتوصل صوتك وتلعى لاعداء اهل البيت على الهواء مباشره، فهي بصراحه وبهذا الشهر اجرك يكون مضاعف. شكرا جزيلا. والحاج وياك ابو رائد ان شاء الله راح يسالك سؤال. اخونا العزيز امير قاسم قال امير المؤمنين علي عليه السلام يوم الجمل في البصره: وما رميت إذ رميت يا عائشة ولكن أكمل العبارة. الله رمى. لا الله رمى. لا أعوذ بالله. يقول لها الإمام علي عليه السلام: وما رميت إذ رميت يا عائشة ولكن إبليس رمى.
الشيطان رمى. أحسنت. نفس الإجابة صحيح. أحسنت. نعم. أحسنت. أمير المؤمنين علي عليه السلام لما عائشة جاءت للحرب ورمت قال وما رميت إذ رميت يا عائشة ولكن الشيطان رمى. أحسنت إجابة صحيحة. أمير قاسم ويانا دخلت بالمسابقة إن شاء الله وإجابتك صحيحة. والآن ويانا الأخ علي حسون من كربلاء المقدسة. السلام عليكم علي. أهل السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بابا حسين. وعليكم السلام. حياك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعدائهم لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وهند أم الحكم وعبد الرحمن ابن ملجم ويزيد لعنة الله عليهم أجمعين. لعنة الله عليهم. أحسنت علي. علي نعزيكم ونعزي أنفسنا وإياكم ونعزي صاحب العصر والزمان بذكرى استشهاد الشريف سيد الوقين وأمير المؤمنين ويعقوب الدين الإمام علي ابن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم علي حبيبي انت صار لك واعي على الخط. تحب تشترك بالمسابقه ان شاء الله؟ يا علي ان شاء الله نتبارك وياكم والله. بس اليوم بس اليوم نريدك تجاوب ابو حسين. البارحه ما جاوبت انت جواب ما اتصلان صار لي يومين ما متصل. ايه علي حسون عندنا واحد ثاني يمكن. لا هو نفسه صار لي يومين ما متصل. علي حسون انت رافضي وسؤالك سهل يخصك انت ويخص الرافضة. من من الأئمة الأطهار لقب بإمام الرافضة؟ سهل وينك؟ راح الخط خطية. نسمع. من من الأئمة الأطهار لقب بإمام الرافضة؟ موسى الكاظم عليه السلام. موسى بن جعفر الكاظم. أحسنت. أحسنت علي جوابك صحيح. إجابة صحيحة. دخلت ويانا يعني بالقرعة بس أنا أتذكر آخر مرة اتصلت يمكن ما دخلت ويانا يعني بالقرعة لأنه ما جاوبت. أنا هيك أتذكر ما أدري يمكن غيره. شكرا جزيلا علي حسون واسمك إن شاء علي حسون الله. هذا كربلائي والكربلائي يكون شاطر عادة يعني دافع يعني. لا مو دافع خذ اتصالاتك. نعم إحنا إن شاء الله نتأخذ الاتصالات ليش لا. من ويانا يعني أخو المخرج يا علي؟ ها نعم احنا منتظرين ايضا مقاطع فيديو. اذا عندك فيديو خلينا اياه. جزاك الله خير الجزاء. يا حسين السلام الله عليك يا مولاي ابا عبد الله الحسين. بس قتل عطشان ما خاف وادي اشرب الماء والعن يزيد يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليك يا مولاي ابو الفضل عباس. يا مولاي نظرة منك الينا ولجميع الرافضة. السلام عليكم. جزيلا الى الاخ ابو علي الدور وعلى الى ابنه جزاه الله خير الجزاء. طبعا الفيديو كان طويل واحنا ما نقدر نعرض الا دقيقتين، وممكن اثناء المسابقه اليوم اذا صار عندنا مجال راح نكمل الفيديو احنا وياكم. فبكلمات طيبه وحلوه من هذا الطفل، بصراحه الطفل خلينا نقول عليه المعجزه، لانه حركات الطفل هذا واللي قاعد يسوي ما يسوي كبير، يراد واحد يكون مخرج ومنتج ويراقبه، بس هذا عفوي ان شاء الله. هذا كلها بركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ويانا عندنا الأخ المتصل عباس الفرطوسي من الأهواز. سلام عليكم عباس. عباس سلام عليكم. عباس الفرطوسي إذا تسمعني. عبد القاسم من العمارة. عبد القاسم ما عندنا. عبد القاسم السلام عليكم. عليكم أجيب. السلام ورحمة الله وبركاته. من وياني؟ عبد القاسم من العمارة. عبد قاسم. نعم عبد قاسم، أهلا وسهلا. أهلا حياك الله عبد قاسم. أهلا وسهلا حياك الله عيونك. عظم الله لكم الأجر ومطار أمير المؤمنين ويحسوب الدين علي بن أبي طالب. سلام الله عليكم. أعظم إن شاء الله. أنت لو بس نص التلفزيون حتى لا تسمع من التلفزيون ولا ينقطع عليك الخط، واسمعني بس من الهاتف. نعم نعم راح. نعم نعم عدي. أستغفر الله خادم الزهراء. إحنا نقول هالشكل على مود لا ينقطع ويخسر المكالمة المشترك. تحب تعلن براءتك من اعداء اهل البيت امام الهواء؟ لا نتلوى على اعداء ابو بكر عمر وعثمان وعائشه وحفصه. نعم وكل اعداء اهل البيت. على اعداء اهل البيت من الاولين والاخرين. اعداء اهل البيت. احسنت. نعم نعم اخ عبد قاسم. طبعا انت اول مره تتصل بينا. ايه والله اول مره. وايضا الاخوه والاخوات المتصلين نحب نقول لهم هذه قناتكم وهذه برامجكم واحنا وياكم على الهواء مباشره، وما يحتاج ان نتكلف ونحكي بالفصحى ونحكي مرتبكين، فما نرتبك ونحكي بلهجتنا العاميه الطبيعيه وعادي نسولف ونعبر عن معتقداتنا الصح، ونتبرأ من اعداء اهل البيت ونتولى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. نعم وأنطيك السؤال ولا تستعجل، جاوب على السؤال. سؤالك يقول كلش هم سهل، كم كان عمر عبد الله الرضيع سلام الله عليه حين شهادته بكربلاء على يد اللعين حرملة؟ شقد كان عمر عبد الله الرضيع؟ لا تفهمني. نعم احنا هذا السؤال مرتبط. احتدت يعني ما اجمل. ثلاثة اشهر؟ لا. لا. الروايات كلها تذكر وبعض الخطباء ايضا يذكرون في المقاتل. خلي ذا واحد يمك يساعدك مو مشكلة. نعم. انطينا جواب ثاني ما يخالف، انطينا جواب ثاني حتى نقول لك. اي لو لا. قول يا علي يا عبد الله الرضيع. يا عبد الله الرضيع. اي نعم. يعني اشهر مو سنوات. اشهر نعم هي مو ثلاث اشهر هي اكثر. ايش قد؟ لا تعرف بصراحه يعني ما اعزل لك. لا قول قول ها لا اي زودها شويه. إذا لا عد إذا هالشكل لأن حتى وقت الإجابة مالتك خلص. إذا تسمع الجواب نعم لا بخدمتك راح تسمع الجواب الصحيح من المتصلين الآخرين إن شاء الله،
وتستفاد وكنا نستفاد وياك من الإجابة الصحيحة. شكرا جزيلا. الله يحفظكم حجينا. الله يحفظكم إن شاء الله وأنتم مجاهدين إن شاء الله. الله يسلمك. ورحمة الله على والدكم على هذه الإذاعة وسلامي على الشيخ الحبيب. يوصل. هذا سجلنا لك السلام. سلام ودعاء يدعي لك سجلت لك إياهن بخدمتك. رحمة الله على والديكم. والديك بالرحمة. شكرا جزيلا أخونا عبد القاسم استبرق من ميسان. سلام عليكم استبرق. استبرق عم استبرق خلي تنزل التلفزيون تسمع من التليفون. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته حياك الله. تفضلي عمو. عمو الاتصال مالك الاتصال يقطع. انتبهي تسمعينا. استبرق من ميسان اذا تسمعينا تقربي على الجهاز المودم ونص التلفزيون حتى تسمعينا واضح. قولي إيه أسمعكم حتى ما نقطع الخط. إيه عمو أسمع. جيد جيد زين. جيد جيد. هو هذا السؤال راح يصير إلك. سمعتي سألنا للأخ عبد قاسم هم من العمارة إيش قد كان عمر عبد الله الرضيع عليه السلام حين قتله؟ ستة أشهر. نعم ستة أشهر تقول. ستة أشهر. أحسنتي إجابة صحيحة. يا عبد القاسم أنت قلت خمسة أشهر وطفر السبعة أشهر وقلت ثلاثة أشهر ردناك تقول ستة أشهر حتى ندخلك يعني. طيب. لأن أنت متصل لأول مرة. إن شاء الله يدخل بالحلقات. إن شاء الله. إن شاء الله ريدك تتابعنا إن شاء الله. وأسئلتنا كلها سهلة بس هو قلت لك حج مثل ما تفضلت لأنه أول متصل فيكون اتصاله مرتبك صحيح. وكذا. دخلت ويانا يعني فاروق من مدينة النجف الأشرف. سلام عليكم فاروق. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يعزك. الله يحييك. رحمة الله. أهلا وسهلا بك. عزيكم مصاب أمير المؤمنين. أحسنت عبدك. عليه السلام. لنا ولكم العزاء. الله يسلمك. أي والله. الله يعزك. نعجي صوت الأشرة والكادر الموجود. الله يسلمك. جزاك الله خير الجزاء. حابين المشاركة شيخنا رحمة الله. أنت أول مرة تشارك ويانا تمام؟ أول مرة إن شاء الله. إن شاء الله مو آخر مرة. إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل حجينا. أخونا فاروق جنابك من النجف وهذا أمير المؤمنين علي وهذه ليالي شهادته هذه الليالي المباركة. سلام الله عليه. إن شاء الله تزورنا وتدعولنا. يقول الإمام علي عليه السلام ردت له الشمس مرتين مرة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله ومرة بعد شهادته بعد شهادة رسول الله فمتى كانت المرة الثانية؟ المرة الثانية في أرض باب الإذاعة. نعم متى يقول الجواب بعد معركة في بعد أي معركة من معارك بعد معركة شو جاي أتذكر رحمة الله بين ما تتذكر نص التلفزيون حتى لا ينقطع الخط وياك. نص التلفزيون نفسي بابا نفسي. سهل السؤال سهل فاروق. وانت من ردت له من الشمس هذا أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو عائد من المعركة من معركة بين خوارج شانتك يعني أي معركة. كم معركة اشترك بها أمير المؤمنين بعد استشهاد النبي؟ النهروان أو صفين. النهروان شيء. إجابة واحدة لازم تقول النهروان. نعم إجابة صحيحة. بعد معركة النهروان. نعم نعم صحيح بعد معركة النهروان صحيح. أحسن احنا أحسنت. شكرا جزيلا لاتصالك ساعدناك لأن أول مرة تتصل ويانا. الله يسلمك. تابعنا نهاية الحلقة حتى تعرف من الفائز ويانا
لان كل يوم عندنا فائز واحد موفقين ان شاء الله. نعم. لا تنسانا من الزياره اللي عند الامير سلام الله عليه، الزياره والدعاء. نعم شكرا جزيلا. منو انا اخو المخرج؟ منو؟ ابراهيم من البصره، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ ابراهيم عدل موقعك بالنسبه للاتصال، ده يقطع وما ده نسمع. اتصل ابراهيم اذا تسمعني روح يم المودم حتى نسمعك زين. اسمعك قاعد اسمعك. احنا ما قاعد نسمعك حتى أحنا صوتك، احنا شلون نسمعه؟ هسه نعم هسه جاي تفضل. احب الشارك. نعم عندك تعزيه لامير المؤمنين لو ما عندك؟ سلام الله عليه، صلوات الله وسلامه عليه. بس امير المؤمنين نعم ابو الحسن علي نعم الله عليه. احسنت عمر. نعم احنا اذهبنا من عندك شرطيت تقول، ولكن شوي لو تعدل صوتك بعد حتى ما ينقطع الخط وياك. انقطع؟ لا هو هذا يشكل. نعم هسه ممكن يرجع. ابراهيم من البصره يا ريت يعني خلي يعاود الاتصال، عاود الاتصال ويا له مره ثانيه، واذا تسمعنا لان احنا بدنا تشارك، لان انت اول مره قاعد تتصل من البصره. شكرا جزيلا. ويانا ابو حيدر. منين ابو حيدر؟ كربلاء. ابو حيدر سلام عليكم. ابو حيدر كربلاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا ابو حيدر. عظم الله اجركم، عظم الله اجورنا واجوركم باستشهاد مولانا امير المؤمنين. عظم الله اجرك ابو حيدر. لعنه الله على ابو بكر وعمر وعائشه وحفصه وهند وام الحكم، لعنه الله على ابن ملجم. الله يا عمي. احسنت ابو حيدر جزاك الله خير. وخير رد على نشفي صدور مولاتنا الزهراء والأئمة الأطهار بهذه المناسبة الأليمة أن نتبرع لهذه القناة ونكمل هذه الحملة إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله الخير. مشكور. شلونك أخوي أبو رضا؟ السلام عليكم. الله يعزك الله يحفظك. أنت متبرع دائما ومتفضل، وحقيقة أنت من أهل هذه القناة وأهل هذا المنهج. جزاك الله خير الجزاء أبو حيدر. الله يحفظك أخوي أبو رضا. نعم الله يسلمك حجينا ابو حيدر. نعم 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 ابو حيدر شاركنا اليوم بالاسئله والاجوبه، لو بس تعزي وتحث على التبرع. والله ان شاء الله نشارككم بالعزاء والتبرع، وان شاء الله هذه قناتنا قناه الرافضه الاحرار. نعم. وهو المتنفس الوحيد والنعم الحر وشريف، وان شاء الله نكمل هذه الحمله وكالحملات السابقات وهي ثمره، وان شاء الله تثمر وتشيع العالم ان شاء الله مع سماحه الشيخ ياسر الحبيب الى النصر النصر، وان شاء الله نكون من جنود الامام صلوات الله وسلامه. شكرا جزيلا حجينا. احسنت حجينا ابو حيدر تاج الراس. ابو حيدر سؤالك كلش سهل، يقول والي البصره الذي ولاه امير المؤمنين علي عليه السلام والذي بعث له امير المؤمنين، طبعا بعث له برساله وقد وبخه بها حيث قال له مختصر الرسالة: لقد بلغني أنك دعيت إلى مأدبة يطيب ألوانها وغنيها مدعو وعائلها مجفو، من هو هذا الوالي؟ عثمان بن مضعون. عثمان بن حنيف. أحسنت الإجابة صحيحة، عثمان بن حنيف. شكرا جزيلا الحاج. نعم. أبو حيدر وفق الله أخوي العزيز، وفق الله الأخوة جميعا في الهيئة وفي القناة جميعا. شكرا جزيلا. ولا تنسانا بالدعاء عند سيد الشهداء جزاك الله خير الجزاء، وإن شاء الله ويانا بالمسابقة. الأخ علاء الشكرتشي، سلام عليكم أخ علاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على من أمان الله يعزك. علاء أنت من يا محافظة؟ حاليا بألمانيا بس ألمانيا. من بغداد اتصلت حياكم قبل يومين اي نعم اي نعم على شكرتي. نعم من ألمانيا. نعم نعم حياك الله. حياك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد والعن أعدائهم. أحسن أحسن اللهم الآن قاتل
قاتل الإمام علي وعلى المحرضين على قتله معاوية وعمر بن العاص وملك الفرق. حدثنا أبو ربع. تفضل عزيزي. أنا قبل فترة تقريبا قبل 3 أشهر 4 أشهر قلت الأخوة قناتكم الكريمة. نعم. محترمة. نعم. وطلبت من الفاحشة. نعم. وصلاح تزوليات. نعم. وراء فترة طلبت منهم هذا التابع لكم هسه بمحاضرات السيد الحبيب. نعم. الشيخ الحبيب وبعض الكتب. نعم. نعم. تقول انت احنا صراحه هذا التاب مخصص لل نعم للاخوان المتشيعين. نعم. عادي ماكو مشكله. حبيت انه احصل من خلالكم من خلال مسابقتكم ان شاء الله. يا الله احنا صحيح يعني اخ علاء احنا نعم. الكميه اللي كانت طبعا هذا مو هذا الجهاز يختلف ذاك الثاني. ذاك كان متبرع نعم. بها احد المحسنين وهو شرط انه يكون التابليتات تروح للمتشيعين حتى يعرفون تراث اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فبصراحه يعني ما انطوا لاخواننا بالاداره انطوا كله للمتشيعين. فاحنا حصلنا فت كميه بصراحه انا واخوي برائد ويعني يا ريت لو كان عندنا اكثر كميه ولا حصلنا بالايام المقبله ان شاء الله احنا كل واحد يطلبه حتى اذا ما يحصل ويقول عليه احنا ان شاء الله اذا حصلنا كميه ان شاء الله هم نخزن بها ذني وانت وانت قريب علينا في المانيا في اي مدينه انت علاء شتوت قريب تقريبا على بريمن عن شمال بريمن حوالي 50 كيلو على بريمن. نعم 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 شكرا احنا بخدمتك راح نعطيك سؤال كل السهل على مود تجاوب على مود تدخل بالقرعه مراد الاسئله خلي هسه تقريبا 6 أسئلة كلها جوابتك ما عندي مشكله حلو ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ما اقدر ما ادري بعد لا 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 تكون هالشكل ترى اعطيك سؤال ما تقدر تجاوبه لو الشيخ المفيد ما يجاوبه ترى انت علاء لو تتصل مرت الثالث تتصل على ارضي ترى مو غالي بينه وبين المانيا كانه متصل انت على داخل المانيا صحيح حجي بس المشكله اني قاعد بقريه المكان اللي اني شبكه جدا ضعيفه يا دوب يعني اللي يقدم علي داخل المانيا داخل المحافظه مالتي. نعم 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 اوكي نو بروبلم تسمعنا اساسيا ها الاتصال العادي يعني احنا صوتك يوصل لنا متقطع بس راح يسيرك الحجي وان شاء الله نسمع الجواب منك اخ أخ علاء من الإمام القائل عليه السلام القائل أن عثمان جيفة على الصراط أعتقد الإمام جعفر الصادق نعم الإمام جعفر الصادق لا الإمام محمد الواقف لا قال الإمام قال منو الإمام الحسن العسكري لا قال الإمام عثمان جيفة على الصراط سامعها الجملة سامعها بس سامعها نعم شيخ الحبيب يذكرها وذاكرها أيضا في محاضرة نعم عثمان حمال الخطايا سلسلة محاضرات سمعت محاضرات الشيخ الحبيب كلها سامعها عن عثمان محمد الخطايا بس بالضبط الإمام اللي قالها المقولة يعني ما مدري يحضرني صراحة نعم عادي ومقبل يا علي قول هسه قول بس يلا قول تعددت الأئمة صلوات الله وسلامه عليه ارجع ارجع ليش رحت لي هذا ارجع ليش رحت لي فوق بالأئمة يعني ارجع قبل الإمام محمد الباقر نعم نعم قبله هاي شلون يعني راح نقول لك بعد فلان امام راح جيفة على الصراط حتى لا يقولون اهل البيت ما يلعنون ما يسبون هذول رموز اخواننا ما يصير نقول عليهم هالشكل ويزعلون اخواننا وذول رموز ولا يجوز مش هذا الامام دا يقول نعم ذكرت الامام علي عليه السلام لا الإمام الحسن
الإمام الحسن إجابة صحيحة. شنو الداعي إذا أقول لك هذه آخر إجابة؟ إذا ما تقولها صحيحة بعد نقول لك مع السلامة. الإمام الحسن قال عثمان جيفة على الصراط. أتذكرها يعني سمعتها من الشيخ الحبيب. أحسنت. بسلسلة محاضرات عثمان حمال الخطايا. بس أحسنت. أنت دخلت ويانا بالمسابقة إن شاء الله وانتظرنا نهاية الحلقة. إجابتك صحيحة. حتى نشوف الفائز ويانا بهذه الحلقة. نعم اخواني يعني مثل ما قال الحجي ابو رائد انه شلون تقولون ان الائمه ليس بسبابين ولا بلعانين للظالمين طبعا. نعم لما حمال الخطايا والشيخ الحبيب عنده محاضرات ما شاء الله وصلت الى تقريبا هي سلسلة محاضرات كاملة بالضبط ما ادري كم حلقه. ان شاء الله اللي يفوز راح يعرفها موجوده هنا ان شاء الله في الكتاب. نعم او 29 نعم. احنا مو مثلا يعني قاعدين هنا اكو واحد يتصل بنا ويقول تم قناتكم بس للسب واللعن. لا احنا بصراحة دائما سماحة الشيخ الحبيب لما يبدأ قوله يقول القول مني في جميع الاشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما اسروا وفيما اعلنوا. فهو بصراحة انه هذه مثل ما قال الشيخ لو يبحثون في الكتب القديمة يلقون العجائب العجائب. طبعا البكرية والعمرية حاولوا يغمرون التراث الشيعي ولكن إن شاء الله موجود عندنا أسد الرافضة الشيخ الحبيب هو اللي أظهر كل عيوب هؤلاء الزنادقة من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة. والآن قاعد يظهر زندقة كعب الأحبار وقبلها كانت كتب المخالفين المسلم البخاري. والبخاري. شكرا جزيلا لأخونا على نعم منو يعني سيد حميد الهاشمي من الأهواز. سلام عليكم سيدنا. سلام عليكم خويا رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم الله يحفظك صيامكم وصلاتكم القبول إن شاء الله أجمعين. الله يتقبل أعمالك ويتقبل الطاعات. معظم الله أجور جميع شيعة أمير المؤمنين أي ما كانوا أي العالم. إلهي آمين. أحسنت سيدنا سيد حميد. الله يحفظك الله يسلمك. دعنت الله على عمر وعلى أبي بكر وعلى عثمان وعلى عائشة وعلى طلحة وعلى زبير وعلى يزيد وعلى آل مروان وعلى أتباعهم الخنازير دول حشاكم. نعم. سيدنا تشتركوا أنا بالمسابقة. سيدنا نعم. بيها مجال إن شاء الله. أي نعم شاء نعم الله. بيها مجال بيها. يقول السؤال ما معنى اسم زينب سلام الله على زينب. سلام الله على السيدة زينب سلام الله عليه يعني زينة الأب. أحسنت إجابة صحيحة. نعم أحسنت سيدنا هي زينة الأب. نعم سيدنا دخلت يعني بالمسابقة إن شاء الله ونتابعنا نهاية الحلقة وعدنا اتصال. فاطمة مو فارس فاطمة فراس. فاطمة. نعم والله يسلمك. أنا لحظات أبغى يم التلفاز وبعد شوية الله يسلمك روح شوية للقنص. الله يسلمك لهاي ما نقدر يعني هالكثر عندي مجال اللي اكون بخدمتكم. والنعم خادم الحسين ان شاء الله. صيد صيد وفير ان شاء الله. صيد وفير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بحيل الله محمد علي مكان هالحبار ومكان هال. والنعم وانا اقول لك الحبار تقنصها ها مش يصيدون هذول الحبار. ايوه مكانكم خالي ان شاء الله يوم قنص الدواعش هناك. احسنتي والله ان شاء الله. هذا خوش قنص والله محمد وعلي محمد. يعني للاسف علم من اعلام الشيعة سيد السيستاني الله يحفظه وطول عمره ان شاء الله طاف فتوى بس الكفاية والله هي كلها يعني شلون اوصف لخدمتك الكل عطشان على هاي الشيء هنا عندنا بالاهواز. هو لو كان منطي لو كان منطي لو كان منطي الواجب العيني مولاي كان انكنسوا عن عن كان وصلنا حج نعم. للحرمين صدقني. اي والله كان وصلنا البيت الابيض السلام لا قا ولا اشتاق بس كل شيء وقت حلو حق هو ابو فاضل. عافيه عافيه ان شاء الله ان شاء الله. انا من خدمتكم فرد موال بحق مدح العباس ابو فاضل سلام الله عليه الى الشاعر جعفر ومدريس العلم من مدينه الكوره. يقول عباس رجل الكفر فت بالحرب شاربه
شاربة مشهودة للقنطرة ومن حيدرة. شاربة شاربة دم الابطال لارتشاب المهر يوصله راح دم الابطال لارتشاب المهر يوصله وشبه لغى الكون لو شد وارتعد يوصله صاجع العباس من يزعل من اللي يوصله والقاع ترجف تظل لو بل يرف شاربة فتريج العدل عباس شربة أب المشرع وما شرب شكرا جزيلا سيدنا. سيدنا ليش ما تتصل؟ اسمعني سيدنا. أشكر للوفاء والمن علي والواب طيب سيدنا وجمع. سيدنا والمن يا سيدنا اسمعني ما استفض الخلاي والمن اسمع عايش وطيبكم دايما علي سيد الله. سيدنا اسمعني بعد ساعة بعد برنامج إن شاء الله عندنا برنامج مع الأخ جمال الديوان الرافضي تقدر تشترك وعندك قصائد براحتك. احنا نعتذر منك لانه برنامجنا وقته ضيق وعندنا اتصالات وراسك سالم حبيبي ما يصير الا بخاطرك. طيب يا ريت تتصل على برنامج الاخ جمال ان شاء الله بعد ساعة من الان الله وكيلك مثل ما قدمت لخدمتك الله شاهد علي يعني اذا صار لنا مجال نكون بخدمتكم هم جزاك الله خير الجزاء. شكرا جزيلا اخ سيد حميد. ويانا فاطمة فراس حلوية. السلام عليكم. سلام هلا بالعلوية فاطمة وسهلا. اللهم عن أبا بكر وعائشة وحفصة ومساكنة الأسود والصلاة على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أحسنت يا فاطمة. اللهم لكم الأجر. عظم الله أجركم. عظم الله أجركم. مستعدة للمسابقة ويانا إن شاء الله؟ نعم. ما شاء الله. حجينا تفضل. عمو علوية سؤالك اليوم يقول من الذي قتل عمر بن الخطاب عليه لعائن الله؟ نريد اسمه والكنية واللقب. يلا منو قتله؟ ابو لؤلؤة. اي ابو لؤلؤة. شنو اسمه؟ رضي الله عنه. رضي الله عنه وارضاه. نعم. شنو اسمه؟ فيروز. فيروز صحيح. فيروز ابو لؤلؤة اللقب شنو؟ الماء. مو دا يقول لك ابوك صحيح دا يقول لك انها كمان. وندي نعم صحيح. انا من انا دا اسمعه. نعم فيروز ابو لؤلؤة انها وندي رضي الله عنه. احسنتي اجابه صحيحه. شكرا جزيلا علوية فاطمة وانت ويانا ان شاء الله بالمسابقة. عندنا فيديو واتساب من ابو علي من واسط يا ريت نشوفه يا سادة المشاهدين واذا عندنا وقتها من نعرض الفيديو نكمله مع ابو علي الدر. تفضلوا اخي المخرج. يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد العزاء لله ورسوله نعزي صاحب الامر والزمان الحج ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف والمراجع العظام والمشايخ الاجلاء في هذا المصاب الجلل ونعزي الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي باستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. ظلموه أبو بكر وعمر بسخفتهم واتخذوا كعب الأحبار مرجعا لهم. هم ما يعرفون كعب الأحبار. كعب الأحبار ياهو جده مو يهوده. ذبحوا يوسف بالبير لعنة الله عليه. كعب الأحبار أسس دولته الدولة اليهودية دولة إسرائيل من تبرى منهم يعقوب إسرائيل. وكم استحوا مؤتمر 50 دولة إسلامية وعربية 22 دولة عربية. وكم استحوا عن أنفسكم استحوا عن أنفسكم قائدكم ترامب اللغيق وزوجته
كرامة أبو المؤمنين زوجته أم المؤمنين مثل عائشة. ولكم استهوا على أنفسكم، استهوا 50 دولة مغابيل حفنة من حفلات اليهود احتل فلسطين وشرد الشعب الفلسطيني مشتت دول العالم. ولكم استهوا واستهوا على أنفسكم، مو عيب عليكم؟ ألا ما تستهوا من الله استهوا من رسوله؟ ألا ما تستهوا من نسوانكم؟ عيب عليكم، تعصبوا عصايبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أبو علي من واسط. شكرا جزيلا أبو علي. شكرا لك أبو علي من واسط. ويانا الأخ مارتن من كربلاء المقدسة وهو نصراني، السلام عليكم مارتن. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله مارتن، أهلا أخ مارتن. سمعنا أنك أنت نصراني صحيح؟ صحيح يا حجي، من الشماكي الغالي، شخبارك؟ الله يعزك الله يحفظك. يعني مارتن أنت بصراحة شرفتنا باتصالك هذا. حجي أنا أحجيكم من أحد الدين الإسلامي بخصوص الطائفة الشيعية بالشهادة من المؤمنين على النبي طالب. سلام الله. أنا أخوانكم المسيح نعزيكم بهذا المصاب التلم إن شاء الله نقدر. جزاك الله خير الجزاء يا مارتن. مارتن تشتغل في كربلاء اسمعنا صحيح؟ صحيح حجينا، أنا كنتوا عطينا بعدات فرجعونا من الوهابية. كنا حاليا الناس عم تبع، كنا حاليا بالديوانية وحالنا أنت أشتغل كربلاء يوم أخواننا الشيعة. ما شاء الله، شلون شفت المعاملة من الشيعة؟ والله أخواننا الشيعة تاج عرات، وماكو أي معاملة سيئة تجاهنا، وماكو أي معاملة سيئة تجاه ديننا. معاملة لطيفة ومعتدين، تاجرات مغضين، تعاليم الإمام علي بن أبي طالب. نعم. سلام الله عليك يا مارتن. علي هم تروح الزور الإمام الحسين، الإمام العباس؟ دائما أنا وعائلتي وأقربائي ما شاء الله نزور مقدسات أخواننا الشيعة بكل مكان. ما شاء الله ما شاء الله. نعم مارتن، انت تحب تشارك ويانا بالمسابقه؟ احنا مستعدين، انه انت اخ عزيز نصراني، واذا تحب تشارك بالمسابقه احنا ما عندنا مانع. والله ما اعرف يعني اسئلتكم، ما تعرفها يعني. ما يخالف ما يخالف ما يخالف اخ مارتن، راح يساعدوك الاخوه الاصدقاء اللي يمك. انا اعرف يمك اصدقاء رافضة، شيعة رافضة احرار، اخونا ايمن واخوانه واصدقاء كلهم كلهم اللي تشتغل يمهم، هذول اعلام حقيقة مشرقة في من اعلام كربلاء، ورافضة اصيلين ويعرفون اصول دينهم ومتمسكين. وهنيئا لك انت اللي اجيت لهذا المكان الطاهر واشتغلت يم هيك ناس حقيقه، وان شاء الله تعالى رب العالمين ياخذ بايدك الى طريق الحق، طريق النجاه ان شاء الله. وانت آمين يا رب. الله يسلمك، انت انفاسك طاهره نظيفه. وانا الاخ اخوي الحاج ابو رضا سالك الاسئله الكافيه الشافيه، احنا ما نريد نطيل عليك، عندنا متصلين، ولكن انت قلت انه البكريه اللي يسمون نفسهم سنه، لا، سنه رسول الله محمد صلى الله عليه واله، كان رسول الله يحترم كل الاديان وكل الحقيقه وكل القوميات، ورسول الله صلى الله عليه واله ما ذكر عنه انه هجر احد او قتل احد. وبصراحة هذه سنة أبو بكر، احنا نسميهم بكرية وعمرية، هؤلاء البكرية اللي آذوكم وآذوا شيعة أمير المؤمنين وآذوا كل من لا ينتمي إلى أبي بكر وعمر، طغاة من ذلك اليوم. فإحنا منهم براء ومن هذه الأعمال براء. انتوا تعيشون بيناتنا،
نعم نحترمكم لكم أنتم، ولكن لسنا مجبورين باحترام الرموز الباطلة. نعم، فإحنا نحب إن شاء الله ندعو لك أن الله سبحانه وتعالى يهديك إلى الصراط المستقيم، وأيضا يهدينا ويثبتنا على الصراط المستقيم. وأنت عزيتنا بأمير المؤمنين علي عليه السلام، أمير المؤمنين علي عليه السلام، إمام المتقين. نعم، فيه نصارى كثيرين. نعم، جورج زيدان وغيره. نعم، كتبوا بأمير المؤمنين. نعم، كتبوا بأمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا إمام العدل، إمام الإنسانية، إمام الرحمة. نعم، راح أعطيك سؤال. قبل السؤال فضل. مارتن، ماذا عبر هذه القناة ماذا تقول للعالم الإسلامي، وماذا واجهت من المتطرفين والوهابية والبكرية، وماذا واجهت من الشيعة الرافضة الأحرار؟ تفضل. والله حجينا معاملة السنة الوهابية أتباع البكرية والعمرية لعنهم الله معاملة سيئة جدا، لأن أدوني وأدوا عائلتي وأدوا ديني وأجرانا من بغداد. نعم. وكالزمن بالجوانية شفنا معاملة أخواننا الشيعة معاملة لطيفة جدا، يعني بحياتي ما شايفه بيوتهم مفتوحة، ان يعني قلبي وعقلي ما يدري ينطيني يعني شلون المعاملة اللطيفة من اخواننا الشيعة نحتاج عراد اخذين امكانياتهم وتعاليمهم من على ابن عباس عليه السلام. عليه السلام، صلوات الله وسلامه عليه. نعم مارتن، احنا ان شاء الله نريدك تدخل ويانا بالمسابقة، وان شاء الله تحصل على هذا الجهاز، وان شاء الله يهديك الى طريق الصحيح، ويانا ان شاء الله الى طريق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. مستعد ان شاء الله للسؤال، والحج راح يطرح عليك السؤال، ومو مشكلة الاخوان اللي يمك يساعدوك بالجواب، ماكو مشكلة. طيب اخ مارتن، اخ مارتن، انت كثير ذكرت الامام علي عليه السلام، وتقول الشيعة اخذوا من امير المؤمنين، من اخلاق امير المؤمنين علي عليه السلام، من تعاليم امير المؤمنين علي عليه السلام. ظاهرا انت تحب هذا الاسم وتحب هذا الامام، ولذلك انا وصلني في كربلاء مسميك علي، مو اسمي علي اخوانا اخويا ايمن يسميني علي. نعم نعم، يا علي ان شاء الله. ايضا اسمك مارتن، احنا مو شرط تغيير الاسم. نعم، والاسم لا يدل، يعني ذاك كان اسمه علي حسن المجيد لعنة الله عليه، مجرم قاتل، يسموه علي كيمياوي، ضرب الناس بالكيمياوي وارهابي. فالاسم مو فد مشكلة، أو مو شيء اللي يدل على فعل الإنسان، لا، بل هو الإنسان ماذا يحمل من فعل، ماذا يتبنى من فكر. نعم، علي أو مارتن، علي مارتن راح نصيح لك. علي مارتن، سؤالك بخدمتك. سؤالك، إمامنا الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف سيظهر إن شاء الله آخر الزمان، نسأل الله أن نكون معه. نعم، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا، ويظهر معه نبي من الأنبياء في معتقداتنا لم يمت رفعه الله، وسيظهر مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ويصلي خلفه. هذا النبي يصلي خلفه، من هو هذا النبي؟ النبي عيسى سيد المسيح. أحسنت، عيسى بن مريم، سلام الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعلى آله. مارتن، إن شاء الله أنت دخلت ويانا بالمسابقة وتابعنا نهاية الحلقة، وإن شاء الله تكون من الفائزين، وإن شاء الله أنت سلامنا لجميع الأخوة. ومن تروح للحسين والعباس عليهم السلام تدعو لنا.
آمين يا رب إن شاء الله أدعوكم. آمين يا رب. يا حسين يا حسين أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. نعم نرجس من كربلاء المقدسة. سلام عليكم نرجس. عليكم السلام عمو. أهلا سلام وسهلا. سلام ورحمة الله. الله. اللهم لعن عمر وأبو بكر وعثمان وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. أحسنتي عمو أحسنتي. اليوم مستعدة للسؤال نرجس؟ أي عمو أعزيكم بمصيبة الإمام علي عليه السلام باستشهاده. سلام الله عليه. اللهم ربي أجرك يا عمو نرجس. نرجس رعد مو؟ أي عمو حبابة نرجس بدون مساعدة ردك انت جاوبين. واحد الحج ينطات سؤال انت جاوبي الرسالة انت شطورة مبينة. ايه زين يقول سؤال كلش سهل. تفضل. نعم تسمعين عمو؟ ايه عمو وياكم. منو صاحب بدعة صلاة التراويح؟ عمر. عمر بن صهاك لعنه الله. أحسن الله. أحسنتي. صحيح جوابي. صلاة التراويح هذه البدعة. نعم. ابن حنتمة. ابن حنتمة ابن صهاك. نعم. نعم. أحسنتي. الله على الشجرة الخبيثة. أي والله إلهي آمين. نعم. نعم. الله يخليك يوفقك يبارك بعمرك يا عمو. نرجس من كربلاء نرجس رعد. احنا بصراحة وصلنا الى نهاية البرنامج ولكن عندنا فيديو خلينا نكمله مع الاخونا اللي دزه جزاه الله خير الجزاء. اخونا المخرج ممكن تعرض لنا الفيديو ان شاء الله. شيخنا ياسر الحبيب اللهم ينعل عمر بن الخطاب وعائشة وحفصة وابو بكر وعمر وعمر وعثمان بن عفان. يا شيخنا ياسر الحبيب يطلنا بالمدرسة دروس عن مع المشق ويقول اللهم يرضي على عمر بن الخطاب وانا قلت هستا قتل الزهراء شلون الله يرضي علي هذا عدو الله بالنار. أحسنتي. أحسنتي أحسنتي ما شاء الله خير الجزاء. فيديو بصراحة رائع جدا والله يبارك بيك وبأهلك ويا ريت انه تكثر هيك مقاطع فيديوهات حتى العالم يعرف من الظلماء من اللي مظلوم من الظالم يعني يعرف هذولي شنو سووا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه لما يقول قتلني أبا بكر وعمر يسأل واحد يقول هو أبو بكر ليش كان في يوم الطف؟ نعم نعم كان في يوم الطف هذا الفكر واللي حد هذا اليوم موجود. يعني ما زنى واحد إلا وإثمه على عمر. ليش؟ لا لأنه لا أبدع بالدين. جزاكم الله خير الجزاء. احنا وصلنا لنهاية الحلقة وإن شاء الله أخونا المخرج عندنا كم دقيقة بعد يعني وقف الاتصالات الآن نلملم الأسئلة. يعني انت اتصالات وقفت أخونا المخرج. نعم نعتذر من السادة المشاهدين لأنه الوقت داهمنا والوقت يمضي سريعا معكم فوقفنا الاتصالات والفيديوهات ويا ريت الحج قبل لا نتكلم نعطيكم سؤال ما الغد حتى إن شاء الله أول متصل يجاوب عليه ويدخلنا فيديو عرضه إن شاء الله ويدخل بالمسابقة مثل ما دخلت الأخت أم فضة. تفضل حجينا. جيد سؤال الغد يعني باكر إذا من اليوم واحد يجاوب عليه يسجله بمقطع فيديو ويدزه على هذا الرقم اللي أمامكم الواتساب برسالة فإحنا أول واحد يوصل لنا وإجابة صحيحة راح نعرضه وندخله بالقرعة. الشيخ الحبيب انتبه للسؤال زين. الشيخ الحبيب دائما يبتدئ قوله في كل المجالس في كل محاضراته في كل مجالسه بقول الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول الإمام الصادق عليه السلام من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل. كملنا شنو يبتدي به الشيخ ياسر الحبيب اللي هو قول الإمام الذي قال من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل شنو يقول جاوبونا. نعم شكرا جزيلا جينا أبو رائد وإحنا هم عودنا من البارحة السادة المشاهدين أنه نخلط
أمامهم الأوراق نطلبها مثلا هم من فوق من جوا حتى نعم. حتى الكل إن شاء الله مثل ما نقول دائما هم الكل فائزين يعني بس حتى إن شاء الله هو صاحب الحظ اللي يطلع اليوم اسمه اليوم شنو رأيك باسم الإمام الباقر عليه السلام؟ تفضلوا حجينا يا علي. تفضلوا يا علي. هذا باسم الإمام الباقر محمد الباقر عليه السلام. شكرا جزيلا. تفضل مولانا. وإحنا وياكم هاي اثنين نطلع واحدة من عندنا على أها نرجعها. يعني يعني الحج اليوم استبرق من ميسان ما شاء الله استبرق من محافظة ميسان فازت ويانا بجهاز التابلت ويا ريت استبرق ان دزلنا معلوماتهم وشكرا جزيلا لكل من ساهم وشارك في هذه الحلقة طبعا احنا لو ما انتم متصلاتكم صراحة ما ننجح ولا نوصل الى الناس شكرا جزيلا على هذه التواصل وإن شاء الله صاروا أخوتنا نعرفهم حتى اللي يغيب نعرفه ضلينا واللي يتصل إن شاء الله هم نعرفه وجزاكم الله خير الجزاء ولا تنسونا من صالح الدعاء يا حسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملتقانا وإياكم غدا في نفس الوقت إن شاء الله برنامجكم برنامج ميكروفون العراق في أمان الله في أمان الله حجينا أمان الله مولانا.